هذا هو مطعم السلام للرز البخاري. الله الله، السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا شباب؟ هذا الشاي الأخضر ينزل ضيافة عشان تهيئ البطن لما هو قادم. سلام سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذه يا شباب يسموها بذور العنب. صب صب خالد كده وريهم كيف. حط حط هذه مع اللبن. آه بس 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 بس. الله الله الله، هذا اللبن وعليه الفلفل وبذور العنب. سلام. زيد زيد زيد. يلا خالد يلا. يا سلام يا سلام. نزل نزل بالله نزل. هذا لسه باقي. هذا هذا الأوصال. هذا العيش. يا سلام يا سلام. هذا مطعم البخاري. كيف كيف ورينا كيف؟ يا سلام يا سلام. أيوة 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 أيوة. كمان كمان. أيوة. الله 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 الله. شيلك عمسك كذا شباب وريني شوف كيف. الله 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 الله. كيف كيف تغمسك كيف. السلام عليكم عم محمد. عم محمد اللحم هذا اللي حق الشواية هذا ايش؟ اجل اجل لحم عجل. ها ليش لحم عجل؟ ليش ليش احسن من الغنم؟ احسن من الغنم ما شاء الله. غنم كله غنم كله عدم ما شاء الله. كم سنه المطعم هذا؟ 30 سنه هذا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. متى تفتح انت؟ متى تقفل؟ الساعه كم تفتح؟ في الظهر. بعد صلاه الظهر يفتح. طيب وبعدين؟ الساعه 12 ونص كل يوم جمعه وهذا. ايوه كل يوم جمعه بدون جمعه. ايوه احسن. طيب شكرا عم محمد. عم محمد ايوب شكرا جزاك الله خير. جزاك الله.